السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فصل السيف، وهذه نظرة أولى على جوال الجالكسي S4. هذا هو عندكم الجهاز، وزي ما أنتم شايفين شاشة 5 إنش فول اتش دي. موجود عندكم النظام التشغيلي هو الجيلي بين 4.2.2، الذاكرة الداخلية 2 جيجا بايت. المعالج ما تكلموا عنه هنا في المؤتمر، في فيديوهات لاحقة بنجيب لكم إياه. السعات التخزينية للجهاز يا تجي 32 جيجا يا 64 جيجا. الحين عندكم الكاميرا الأمامية اللي موجودة هنا، هذه كاميرا 2 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية هنا موجودة هذه 13 ميجا بكسل، 2600 ملي أمب البطارية، ويدعم شبكات ال LTE، ويدعم برضو شبكة ال 3G. لما نتكلم على الشكل الخارجي، ملاحظين هنا عندكم السنسرات الحساسات هنا موجودة من الجهة اللي فوق، أجيب لكم إياها. هو موجود عندكم الزر هنا نفس الديزاين الشكل اللي جابوه، الصناعة حقته أحسن بكثير. هنا هذا كله ألومنيوم اللي موجود هنا. موجود عندكم الجهة الخلفية هذا بكربو كاربون فايبر نفس الجوال. لو حطنا هذا الجوالين خلينا نحطهم سوا جنب بعض، عندكم هذا موجود عندكم الـ S3 وموجود جنبكم الـ S4، جوالين جنب بعض. هنا ملمس بلاستيكي كذا، هذا جدا جدا طوروا الملمس وضبطوا. لما نتكلم برضو عن الشكل الخارجي، الحجم نفس الشيء ولكن البازل قلت هنا، البازل اللي هنا برضو قلت. النظام التشغيلي طوروا فيه، حطوا فيه تقنيات الاير بلاي وحطوا تقنيات اخرى في نفس الجوال. الكاميرا حركه جدا رهيبه لما انك تصور بكاميرتين في نفس الوقت. خلينا نفتح لكم الكاميرا. شوف الحين هذه كاميرتين مشغله بنفس الوقت، تقدر تختار يعني الكاميرا هذه تكون الاماميه، هذه الكاميرا الخلفيه، فاهمين؟ تقدر تسجل في نفس الوقت، وتقدر برضه تغير بينهم وتبدل بين الكاميرات. هذه احد الاشياء اللي اضافوها من التقنيات، غير الاشياء الكثيره اللي حطوها الاير بلاي والشيرنج، وتقدر تسوي اشياء كثيره بنفس الجهاز. الجهه الخلفيه من الجهاز هذه شايفينها عندكم هنا الاس 3، موجود عندكم هنا الاس 4. ملاحظين الشكل كيف مختلف تماما من ناحيه الكاميرا، عندكم هنا في النص، وهذا عندكم ال اي دي موجود هنا، هذا كاربون فايبر، هذا موجود بلاستيك، ملاحظين التمخيش اللي موجود عليه. السماكه اختلفت، سماكه الجهاز لما نتكلم هنا سماكته 7.9 ملي، نجيب لكم اياها 7.9 ملي على سماكه الاس 4. وموجود لكم وزن 130 جرام بس. هذا هو الجوال الجالكسي اس 4، اشياء كثيره وتقنيات كثيره حطوها في الجوال هذا، بنتكلم لكم عنها فيديوهات اكثر. هذه مراجعه اولى وسريعه عشان تعرفوا الشكل هنا مكان الحدث، وناخذ شيء رسمي على طول. اخوكم فيصل السيف، ولا تنسوا في عندكم الترجمة الفورية والأشياء هذه كلها المدعومة، اللغة العربية مو مدعومة للحين، وبرضه دقة الشاشة 441. لا تنسوا اعطونا لايك سبسكرايب، تابعوني لأن في فيديوهات ضخمة وكثيرة بتجلس عندكم من نفس الجوال هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.